إيجابية على مردود اللاعبين وعلى مردود المستوى الفني لبطولة الدوري الصافرة مشاهدين الكرام الأولى في الموسم الكروي الجديد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. سيد نايف قادري حكم هذه المباراة مواجهة إسبانية خارج حدود المستطيل الأخضر بين سيد ماركس لوبيز مدرب نادي الوكرة وفي الجانب الآخر والمقابل خوسيه مورسيا مدرب نادي عميد الوكرة. طبعا من خلال هذا اللقاء بعمير عبد الله في حراسة المرمى بقية الأسماء لوكاس مينديز سينسبري عمر صلاح حمدي فتحي محمد بن يطو دالا أيوب عسال مراد ناجي حازم أحمد عبد المقصود بينما في الجانب الآخر والمقابل بالنسبة لعميد الذي يبدأ هذا اللقاء بأفينالدو رودريغيز على مستوى حراسة المرمى بقية الأسماء فؤاد حنفوق مامادو تراوري رامون نسيم بن عيسى بن زيمن الحسوني سيف المهندي الناجي الصادق ومحمد صلاح النيل وجمال محمد. هذه القائمة وهذه التشكيلة لكلا الفريقين. من يسجل أول أهداف الموسم الكروي الجديد؟ نتذكر مشاهدينا الكرام بأن الوكرة كان طرفا من خلال الموسم الماضي يعني في الحقيقة عرض كبير وكبير جدا قدمه وبكل تأكيد مع الإضافات مع اللاعبين المحترفين اللي تم التعاقد معهم يعني سقف الطموحات يبدو كبير وكبير جدا لدى إدارة ولدى جماهير نادي الوكرة. لدينا انطلاقة ومحاولة أولى لصالح نادي معيذر لكن خطأ يحتسب في هذه اللحظات لصالح نادي معيذر عند دقيقة الثانية من زمن الشوط المباراة الأول. هذا جمال محمد اللي حاول في هذه الكرة. طبعا معيذر يبقى يعني كتاب مغلق وليس كتابا مفتوحا بالنسبة الوكرة وبالتالي من خلال الدقائق الأولى كل فريق يتمنى بأن يسجل حضوره بشكل أفضل كل فريق يتمنى بأن يحضر ذهنيا بدنيا ولا شك بأن المباراة الأولى في بداية الموسم والظهور الأول يعني الصورة في الغالب لا تكون فيه واضحة. لدينا خطأ عند الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة الأول في غدا علي قالم عذر خطأ ينفذ وتسديده وكرة لكن حارس المرمى ينجح في إبعادها عمير ينجح في إبعاد هذه الفرصة الأخطر وهذه الكرة الأخطر اللي كانت عن طريق أيمن الحسوني الذي حاول في هذه الكرة النجم المغربي طبعا القادم من نادي الوداد البيضاوي المغربي واحد من اللاعبين اللي تألقوا مع الوداد في الموسم الماضي وتتمنى جماهير معيذر بأن يكون إضافة وإضافة كبيرة للفريق من خلال هذا اللقاء. لدينا كرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. هذا هو أيمن الحسوني اللي كان واضح أمامنا في الصورة واللي حاول من خلال هذه اللقطة اللاعب المغربي طبعا اللي كما ذكرت بأنه قادم بصفقة انتقال أربعة نهاية عقدة مع الوداد ولدينا كرة الله انطلاقة الموسم المفاجآت واردة لكن الراية والتسلل تحرم محمد صلاح النيل من أن يكون صاحب أول أهداف هذا الموسم لكن ننتظر التأكيد على مدى صحة هذا القرار. هذه هي الإعادة وهذه هي اللقطة وهذه هي الكرة التي أرسلت ونفذت بهذه الطريقة لكن خطأ على ما يبدو لي قبل ذلك بعد التدخل على أحمد عبد المقصود ليس الراية الخطأ الذي ربما إذا احتسب بأن الهدف طبعا سيتم إلغاء لكن ننتظر التأكيد قادر. نعم إذا مشاهدينا الكرام كنا قريبين جدا من أن نشهد أول أهداف هذا اللقاء وأول أهداف هذا الموسم عن طريق اللاعب محمد صلاح النيل لكن
الخطأ الذي احتسب قبل ذلك، وبالتالي الهدف الذي يتم إلغاءه بعد الخطأ. الحسوني معيدر يقدم أداء رائعا، يقدم أداء رائعا في الخمس دقائق الأولى في شوط المباراة الأول، ودائما نتحدث عن قاعدة الصاعد هابط، يريد أن يكسرها نادي معيدر طبعا بكل تأكيد من خلال هذا الموسم. معيدر تحدث عن بطل دوري درجة الثانية في الموسم الماضي، معيدر اللي أيضا على مستوى منافسات كأس سمو الأمير وصل إلى الدور ربع النهائي، معيدر اللي استغنى بعد نهاية الموسم الماضي عن محترفيه الخمسة. الإدارة طبعا فضلت التجديد بشكل كامل بشكل كبير، وبالتالي التعاقدات اللي قام فيها اللي من شأنها أن تخدم بلا شك من خلال هذا المساء في مباراته الأولى أمام الوكرة، أمام النواخذة، أمام أهل الجنوب، أمام قلعة الجنوب في هذه الليلة وفي هذا المساء. مشاهدينا الكرام، الليلة التي تشهد عودة منافسات بطولة الدوري وعودة الإثارة، عودة الندية، عودة التحدي، عودة التشويق مرة أخرى. الكرة في وسط ملعب المباراة تنقل في الجهة اليمين، بتعود من جديد في وسط ملعب المباراة. حمدي فتحي النجم القادم من القلعة الأهلوية الحمراء، النجم القادم من ملك ملوك إفريقيا من النادي الأهلي حمدي فتحي، وبالتالي الوكرة لم يعد يعني فقط يحظى بدعم جماهير، بل أن الأهلوية أكيد دعما لحمدي فتحي سيعازرون، سيقفون مع نادي الوكرة وسيشجعون، حتى أن يعني بعض الجماهير الموجودة من جماهير نادي الأهلي من جماهير المصرية التي تتواجد في ملعب المباراة هنا في استاد الجنوب. كرة بتعود من جديد، خمس جولات أولى مشاهدين الكرام راح تلعب مبارياتها على الملاعب المونديالية، ملاعب الاستضافة طبعا بطولة كأس العالم قطر 2022، والانطلاقة من هنا من استاد الجنوب. مباراة ثانية أيضا في اليوم الأول ستجمع العربي والشمال. كرة في وسط الملعب، فتحي بعيد الكرة لي على الخلف، عادت لي لوكاس سيمينديز، لوكاس سيمينديز بعيد الكرة عند حارس المرمى. هدوء، التريث، عدم التسرع، يعني كل هذه الأمور أكيد مطلوبة، والوكرة يعني يعلم كما تحدث مدربة السيد ماركيز لوبيز والذي قال بأن المباراة يعني لن تخلو من الصعوبة في بداية الموسم الصعبة بهذه المواجهة، لأن معيدر سيلعب بدافع الخروج بنتيجة إيجابية من خلال هذا اللقاء، يعني سيحاول أن لا يخسر ضربة البداية، بينما الوكرة يريد أن يستمر، يريد أن يواصل العرض الكبير الذي قدمه. دالا ينطلق، دالا يتقدم، دالا يرسل كرة عرضية لكن الكرة تبعد، الكرة بتعود من جديد، حازم يحاول يسدد لكن الكرة اصطدمت في أحد لاعبي نادي معيدر. هذا دالا ثالث هدف في بطولة الدوري في الموسم الماضي، 15 هدف للاعب الأنغولي طبعا الذي ذكرته في مرات سابقة بأنه يعيد إلى أذهان جماهير الوكرة أيام رائعة كانت للاعب أنغولي آخر، والحديث عن فابريس أكوا. كرة في وسط ملعب المباراة بتعود من جديد للخلف، هذا الأسترالي سانسيبري أحمد عبد المقصود، الريان السابق الوكراوي الحالي، عدد كبير جدا من التعاقدات حقيقة اللي قامت فيها يعني كل الأندية عملت بشكل كبير جدا قبل انطلاقة هذا الموسم، سواء من خلال التحضيرات، من خلال المعسكرات اللي أجرتها الأندية استعدادا لانطلاقة وبداية الموسم. كرة في الجهة اليمين، خطورة الوكرة بدأت تظهر في هذه اللحظات، ونحن نقترب من الدقيقة العاشرة بعد أن كان غائبا في الدقائق الماضية، لكنه يدرك بأن التنافس لن يكون سهلا. المرتدة السريعة، الكرة في الجهة اليسرى، المحاولة ما زالت لكن الكرة العرضية، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. هذا سنسي الإعادة للكرة في اللقطة الأخيرة، واحدة من المحاولات الخطيرة لنادي معيدر، يعني يلعب بدون خوف، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا، يعني لما تواجه فريق ربما كعناصر كاسمه، ربما
يعني كابتن مرجح لأن ينتصر عليك وأن تبدأ هذه البداية، يعني أعتقد بأنها كفيلة بأن تعطي نادي معيدر مزيد من الثقة في قادم اللحظات، وكفيلة بأن يخرج نادي معيدر بالنتيجة التي يتمناها والتي ينتظرها من خلال هذا اللقاء. كرة ومحاولة تبعد من جانب الدفاع الوكرة بتعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، ما زالت المحاولة قائمة تنقل طويلة، عادت مجددا لعل خلف البدايات كيف ستكون البدايات، كيف ستأتي البدايات المنتظرة، البدايات المرتقبة للجميع حقيقة. هذا الحسوني صاحب واحدة من أخطر المحاولات في شوط المباراة الأول لنادي معيدر، وقد تكون الفرصة الأخطر من خلال العشر دقائق الأولى في هذا الشوط الأول من المباراة. خطأ يحتسب، يعني لما نتحدث عن الواضح أمامنا السيد ماركيز لوبيز مدرب الإسباني اللي يتواجد على رأس الجهاز الفني منذ 2018 للوكرة، مسيرة ماركيز لوبيز التدريبية التي ربما تبدو متواضعة إلى حد ما باستثناء تجربة قيادة نادي إسبانيول في 2008. لدينا كرة عرضية، الكرة بتعود من جديد، المرتدة السريعة، الانطلاق الآن لنواخذ التقدم في هذه الكرة، المحاولة ما زالت بتعود من جديد في اليمين، البحث عن البداية، الكرة العرضية، لكن الدفاع موجود، وكأن يعني معيدر من خلال الوصول للدقيقة 11 الآن في شوط المباراة الأول رسالة واضحة جدا للوكرة بأنها مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وبأننا لن نتنازل عن الخروج بالنتيجة الإيجابية سواء الفوز أو التعادل، ويبقى الانتصار حق مشروع للجميع بغض النظر على أن نادي معيدر القادم من دوري الدرجة الثانية، وعلى أن الوكرة بطل سابق لبطولة الدوري في مناسبتين سابقتين، حتى وإن كان ذلك منذ زمن ليس بالقريب، وحتى وإن كان الوكرة يعني استعاد الكثير من بريقه حقيقة من خلال الموسمين الماضيين. دالا تقدم مرر، الله على هذه اللقطة، لكن حارس المرمى إيمانالدو رودريغيز ينجح بأن يوقف هذه الكرة الخطيرة، لكن دالا بطريقة مرور رائعة نجح في أن يتقدم وأن يمرر بتلك الطريقة قبل أن ينجح حارس المرمى في أن يوقف كرة أيوب عسال ويمنع نادي الوكرة من أن يتقدم في النتيجة. لدينا الآن الكرة المرتدة، مباراة حلوة، انطلاقة موسم يعني حلوة في 12 دقيقة الأولى في شوط المباراة الأول، لأن كما هو واضح مشاهدينا الكرام متابعين عبر قنوات الكاس أينما كنتم وأينما تواجدتم بأن الهدف يبدو مشترك بالنسبة للفريقين، ولما نتحدث عن الهدف فأننا نتحدث عن الفوز في هذه الليلة، عن المكسب في هذه المباراة لا غير ذلك من خلال هذا اللقاء. كرة في وسط الملعب، حمدي فتحي، كرة في الجهة اليمين بتعود من جديد، حمدي بيسيطر على كرته، يرسل كرة عرضية طويلة لكن التغطية من جانب الدفاع، ما زالت المحاولة تبعد، وكرة لما يقرر يهاجم لما يصل لهذا المكان يبدو خطير وخطير جدا، الكرة عند دالة بمر كرة الأمام، لكن التغطية موجودة من جانب الدفاع، الرقابة المفروض أيضا على اللاعب بامبيزا، بينزل المهاجم الكونغولي القادم طبعا من صفوف نادي الطاي السعودي، الموسم الماضي خاض مع 30 مباراة في مختلف المسابقات ومسجل 10 أهداف، بينما هنا الإعادة مشاهدينا الكرام لهذه الفرصة الخطيرة والخطيرة جدا. إذا أردت أن تصف دالا فأقل ما يمكن أن يقال عن دالا حقيقة بأنه لاعب استثنائي، وبأنه علامة فارقة حقيقة، وبأنه عنصر مؤثر، بل هو العنصر الأهم ربما يكون في تشكيلة وفي صفوف نادي الوكرة. كرة في وسط الملعب، عبد المقصود بعيد الكرة للخلف، لوكاس سامينديز بعيد الكرة في الجهة اليمين، عادت مرة أخرى
حتى لا مشاهدينا الكرام ربما أستطيع أن أقول بأن أخطر فرصة في شوط المباراة الأول كانت فرصة الحسوني، كانت فرصة الحسوني، انطلاقة من الجهة اليسرى، الكرة العرضية عدت من أمام الجميع، دالا يسدد، الكرة عادت مرة أخرى وصلت لعبد المقصود، الدورة يعيدها لي الخلف سين سيبري في وسط الملعب. أربع مواجهات سابقة جمعت الفريقين في دوري النجوم، أربع مواجهات جمعت فيما بينهم، الوكرة فاز مرتين وعمعيذر فاز مرتين، وبالتالي نتحدث من خلال هذه الليلة أيها الأحبة الكرام عن المواجهة التي تحمل الرقم 5، المواجهة الخامسة في تاريخ لقاءات الفريقين. حتى الآن يعني الهدف الأول في هذا الموسم لم يأتي، لكن الوضع الطبيعي والصورة الطبيعية تعود من جديد الآن، إن الوكرة يكون المسيطر، إن الوكرة يكون المستحوذ، إن الوكرة يكون الأخطر في هذه المباراة، بينما يعني يتراجع نادي معيذر بعد أن بدأ البداية اللي كان فيها نوعا ما خلينا نقول بدأ بداية مندفع يرغب من خلالها كان أن يتقدم، لكن المهم إنه ما يستقبل في الربع ساعة الأولى. سقوط على أرضية الملعب، سلامات للنجم الدولي المصري نجم حمدي فتحي، ونتحدث طبعا يعني عن حمدي فتحي والوكرة على مستوى اللاعبين المصريين، كان في عندهم لاعب اسمه أحمد وجدي حسن جمال وكان حارس مرمى وحقق نجاحات كبيرة مع الوكرة، بالمناسبة حقق بطولة الدوري، كان أحد الأسماء الحاضرة والشاهدة على تحقيق لقب بطولة الدوري في المرتين اللي فاز فيهم الوكرة في بطولة الدوري. كل الشكر طبعا للزميل العزيز الحمر على هذه المعلومة التي تتعلق طبعا بتواجد لاعب مصري ثاني في صفوف نادي الوكرة وهو النجم حمدي فتحي. كرة بتعود من جديد، هذا بنيطو اللي مسجل 9 أهداف في الموسم الماضي، بنيطو قائد نادي الوكرة وواحد من أخطر لاعبي هداف بكل تأكيد، اللي لابد أن يكون في يوم من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المواجهة. كرة بتعود رونالدو رودريغيز، ليس بالحارس أكيد قليل التجربة وقليل الخبرة، تحدث عن تواجد لمواسم عدة مع النادي الأهلي وتواجد أيضا مع عدد من الأندية، وبالتالي هو يعني الحارس اللي بكل تأكيد تم التعاقد معه من أجل أن يذود عن مرمى عريني نادي المعيذر كما يجب. كرة بتعود من جديد للخلف. إذا مشاهدين الكرام نقترب من الثلث ساعة الأولى في أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة، والنتيجة حتى الآن هي نتيجة التعادل السلبي فيما بين الفريقين. كرة في وسط الملعب، محاولة للتقدم من خلال هذه اللقطة، الحسوني بيقدم أداء جيد، حسوني بيقدم أداء رائع حتى الآن، ناجي الصادق يتقدم يرسل الكرة الأمام، الكرة طالت على جمال والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تمس. آخر مواجهة جمعت الفريقين لما كان الوكرة في دوري الدرجة الثانية، وبالتحديد في موسم 2018-2019 يومها الوكرة انتصر بهدفين مقابل هدف في ذلك اللقاء. طبعا عندنا المغربي أنور ديبا اللي يعتبر أكثر لاعب سجل من الوكرة في مرمى في مرمى في مرمى في مرمى معيذر، سجل هدفين، ليفاري بيسو من معيذر أيضا سجل هدفين. جانب من الحضور الجماهيري في هذه المباراة في هذا اللقاء، هذا خوسي مورسيا، مواجهة ذكرت بأنها إسبانية مشاهدين الكرام من خلال هذا اللقاء، ولعل العامل المشترك بين المدربين الإسبانيين اللي يقودوا الفريقين من خلال هذه المباراة هو يعني بأن لا مركز لوبيز كان عنده مسيرة كبيرة كلاعب ومسيرة مميزة كلاعب، تحدث على مستوى طبعا
يعني التواجد عنده كبيره هنالك في اسبانيا، ولا حتى على الجانب الاخر بالنسبه للسيد خوسي مورسي، لكن درب عدد من الانديه الاسبانيه، ابرز اتلتيكو مدريد 2006، درب الباسيتي ايضا هنالك في اسبانيا. المواجهه الاسبانيه لمن ستكون، لمن ستبتسم، لمن ستكون الثلاث النقاط الاولى، ومن سينجح في ان يسجل الهدف الاول في هذا الموسم. كره بتعود عبد المقصود، بعيد الكره للخلف. وصلنا مشاهدينا الكرام مع حضراتكم الى الثلث ساعه الاولى في احداث شوط المباراه الاول، والنتيجه ما زالت هي نتيجه التعادل السلبي 0-0 حتى الان. دالم يتقدم، دالم بمر الكره للامام، لكن التغطيه موجوده من جانبي، التغطيه موجوده من جانبي الدفاع. الكره ترسل للامام، محاوله الكره الراسيه من جانبي بينزا. بينزا لاعب خطير، اللاعب الكونغولي بنيه جسدية ولاعب قادر بكل تأكيد على أن يشكل خطورة كبيرة إذا ما أتيحت له الفرصة، إذا ما غفل عنه لوكاس مينديز أو كذلك سيسيبري. بالتالي يجب عليهم يعني بأن تكون رقبتهم لصيقة على اللاعب اللي هو اللاعب بيزا. بينما هنا الإعادة مشاهدين الكرام والتسديدة اللي أتت من مسافة بعيدة جدا، والكرة التي تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا عمر صلاح، هذا عمر صلاح اللاعب اللي 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 سدد من خلال هذه الكره، واللي حاول من خلال هذه اللقطه طبعا، لكن كرته كانت بعيده كل الحد. 21 سنه، لاعب احد المواهب الاردنيه المتميزه مع نادي الوحدات، خطف الاضواء، يحط الرحال في الوكره، ولدينا هذه الكره العرضيه التي تبعد من جانبي الدفاع، تعود مره اخرى الكره الى خارج ارضيه الملعب، الكره الى خارج ارضيه الملعب. لكن قبل ذلك هنالك خطا، خطا موجود، خطا موجود. الوكره ذكرت بان انهى بطوله الدوري في الموسم الماضي رابعا برصيد 39 نقطه، انتصر في 11 مباراة، تعادل في 6 وخسر في 5. الوكرة في هذا الموسم الذي يرغب ويامل بأن يذهب إلى ما هو أبعد من المركز الرابع، ولإثبات جدارتهم قبل مواجهة الملحق المؤهل طبعا لدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا. كل التوفيق للوكرة وللعرب. الوكرة سيواجه نادي نكبهور نمنجان الأوزبكي اللي هو وصيب بطولة الدوري الأوزبكي في الموسم الماضي في ملحق التأهل لدوري المجموعات، بينما نادي العربي سيواجه نادي أجمك أيضا الأوزبكي. الوكرة نتفق ولا نختلف على أنه يعيش حالة من الاستقرار الفني طبعا بالتواجد السيد ماركيز لوبيز معه منذ 2018. الحسوني بعيد الكرة للخلف، وصلت في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. نستطيع أن نقول بأنها مباراة متكافية، متكافية، متكافية على مستوى الفرص، متكافية على مستوى الخطورة، متكافية على مستوى السيطرة، ومتكافية أيضا يعني على مستوى الحظوظ المتعلقة بالفوز، المتعلقة بالثلاث النقاط من خلال هذا، من خلال هذا اللقاء إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. لكن هذه الكرة والتدخل بهذه الطريقة، والكرة، الكرة فيها 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 مطالبة طبعا، فيها مطالبة بركلة الجزاء، لكن ممتاز التدخل من جانب مين؟ من جانب لوكاس مينديز اللي تدخل في أفضل توقيت ممكن، والذي نجح بأن يوقف هذه الانطلاقة للاعب رقم 9 اللي كنت أتحدث عنه جيم بينزا، الذي يجد نفسه ساقطا. حكم مباراة كان يعني قريب، وبالتالي يرى بأن هذه الكرة لا وجود من خلالها، لا وجود من خلالها لي المكان يبحث عنه، مكان يبحث عنه نادي أمريكا. سلامات إن شاء الله اللاعب اللي سقط على أرضية الملعب. 24 دقيقة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس أينما كنتم. موسم ماضي نجح من خلال إدحيل أن يتوج بطلا، موسم جديد نتمنى من خلاله أن تكون المنافسة كبيرة وكبيرة جدا. هذا الموسم نتمنى من خلاله
أن يعني بالنظر إلى الأسماء، بالنظر إلى التعاقدات، بالنظر إلى النجوم الحاضرة في كل فريق، وبالنظر أيضا إلى زيادة عدد المحترفين إلى 7 بدلا من 5 محترفين، أيضا واحد من الأمور اللي من شأنها أو من المفترض أنها تساهم في رفع المستوى الفني لبطولة الدوري من خلال هذا الموسم. مباراة مشاهدينا الكرام تعد يعني بمثابة البروف الأخير الوكرة قبيل مواجهة الفريق الأوزبكي. وكرة كان عنده محاولتين سابقتين لم يكتب لهما النجاح على مستوى طبعا التواجد في دوري أبطال آسيا، يعني تواجد في لعب في الدور التمهيدي في نسخة 2001 أمام بيرسوبوليس الإيراني، لم ينجح الوكرة في أن يتخطاها، والثانية كانت في 2002 أمام الزوراء العراقي ولم يكتب أيضا للوكرة أن يتخطاها. بينما مشاهدينا الكرام المحاولة الثالثة ستكون أمام فريق نبهور الأوزبكي يوم 22 أغسطس الجاري، وأكيد بأن الكل مدعو لمساندة الأنواخذة. الكرة في وسط ملعب المباراة، انطلاقة سريعة الآن وتقدم في هذه الكرة، الخطوات والسرعة، لكن الكرة تبع من جانبي دفاع نادي الوكرة بتعود من جديد في وسط الملعب، محاولة الآن للتقدم للمرور، الكرة ما زالت، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمية تمس كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تمس. هذا رامون أرياس اللاعب اللي كان واضح أمامنا، المدافع الأوروغواياني القادم طبعا من بطولة الدوري التركي، سبق له اللعب في بطولة الدوري المكسيكي، سبق له اللعب لسان لورينزو وهنالك في الأرجنتين، وسبق له أن خاض تجربة أيضا في المنطقة، وذلك رفقة نادي الاتفاق السعودي. كرة بتعود من جديد للخلف، سان سيبري بعيد كرته للوكاس مينديز، مينديز بيسيطر بشكل ممتاز، لوكاس مينديز يمر الكرة لإدالة في وسط ملعب المباراة لصالح الوكرة، لوكاس مينديز في وسط الملعب، لمسة وتمرير الأمام، أيوب يسيطر، أيوب يبحث عن إرسال الكرة الأمام، عبد المقصود التسديد من هذا المكان، عبد المقصود بيسدد كرة لكن الكرة تصطدم في أحد لاعبي نادي أمعين. إذن أيها الأحبة الكرام نقترب من النصف ساعة الأولى في أحداث هذا الشوط الأول. طبعا ذكرت بأن هنالك 4 مواجهات سابقة فيما يتعلق بمواجهات الفريقين اللي جمعت فيما بينهم في إطار طبعا الدوري النجوم، تحدث عن 2013-2014. أول لقاء انتهى للوكرة 3-1، سجل يوم أنور ديبا هدفين وسجل ميشيل الوكرة، بينما سجل لمعيذ النايف الخاطر هدف الخطأ في مرمى. وفي الدور الثاني الوكرة فاز 4-3. 2016-2017 الدور الأول فاز معيذ 1-0، هدف الفوز سجل اللاعب كونغولي كان ديوكو، وفي الدقيقة 7 واحد من الأهداف اللي تعتبر ربما الهدف الأسرع قد يكون في لقاء فريقين. وفي الدور الثاني فاز معيذر أيضا 3-1، ويبحث اليوم على أن يجدد انتصاره من خلال هذه المباراة لا شك في ذلك أمام نادي الوكرة مرة أخرى في هذا الموسم. كرة في وسط الملعب تنقل طويل الأمام، عادت من جديد، لكن لما نعود للموسم الماضي ذكر بأن ضربة البداية كانت لفريق قادم من دور الدرجة الثانية اللي هو المنخية، وفاز على السد 4-3 في مباراة كانت مثيرة، ونتمنى بأن لا يخلو هذا اللقاء أيضا من الإثارة. لذلك يعني مسألة إن نسبة توقع فوز نادي يعني الوكرة أكبر من العيذر، وفي بداية موسم كل
كل لاعب يريد أن يقدم أوراق اعتماد لدى مدربه، يريد أن يبقى ويستمر بشكل أساسي. كل لاعب لا يريد أن يفقد مركزه في صفوف الفريق. كل لاعب أو كل هدف اللي كان واضح أمامنا في الصورة بنيطو يريد أن يتألق من اليوم الأول. حسوني بيعيد الكرة للخلف، وصلت في وسط ملعب المباراة، انطلاق الآن وتقدم. سيف المهندي يرسل كرة في الجهة اليمين، جمال يحاول، جمال يتقدم، جمال يمر، لكن الكرة طالت على جمال الذي يعتبر حتى الآن تقريبا هو واحد من أكثر اللاعبين يعني على مستوى نشاطه، على مستوى حيويته، على مستوى حضوره الذهني البدني. هذه الجماهير الحاضرة في استاد الجنوب هنا في هذا المساء. كرة في وسط ملعب المباراة، انطلاق الآن لنواخذ تقدم ومرور بشكل جميل. أيوب عسال يمر، لكن الكرة تبعى من جانبي الدفاع، خطورتها ما زالت قائمة، الإبعاد لم يكن كما يجب، وبالتالي الكرة ما زالت أقصى الجهة اليمين للوكرة، محاولة سقوط ومطالبة بخطأ. نايف قادري لا يشير لوجود خطأ في اللقطة الأخيرة، وبالتالي بعد أن انتصب شوط المباراة الأول الآن ما زالت الصفر الصفر. صفر صفر سيدتنا، صفر صفر سيدتنا، النتيجة التي يعني توصف في كثير من الأحيان بأنها النتيجة الأسوأ للكل، يعني ليست الأسوأ فقط للمشاهد وللمتابع. صفر صفر هي النتيجة الأسوأ، فعلا هي النتيجة الأسوأ. كرة القدم جماليتها أكيد بأهدافها، جماليتها بروح المدرجات، وحقيقة يعني قبل انطلاقة هذا الموسم شاهدنا التحدي الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الأندية، ونامل ونتمنى بأن يكون الحضور كبيرا في المدرجات ليعطي شكل آخر وبعد آخر من المتعة ومن الإثارة ومن الندية. الجمهور اللاعب رقم 12 ليست المقولة يعني الصحيحة دائما، بل أن الجمهور اللاعب رقم واحد في كثير من الأحيان، جمهور اللاعب رقم واحد في كثير من الأحيان هو قادر على أن يصنع الحدث، وهو قادر بكل تأكيد طبعا يعني على أن يعطي لاعبي فريقه الدافع والحافز والحماس الكبير. 31 دقيقة 0-0 مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان حتى هذه اللحظة. سقوط وخطأ لمبيزا، خطأ لمبيزا، قول بالسلامة إن شاء الله. المواجهة المثيرة التي لا تقبل التوقعات، نستطيع أن نصفها بهذا العنوان، المواجهة المثيرة التي لا تقبل التوقعات. فريقان بشعار الفوز وضمان أفضل البدايات، وضمان أفضل البدايات. هذا أخوسيموس المدرب الإسباني الواضح أمامنا في الصورة، اللي يعلم واللي يتذكر بأنه كان موجود طبعا معاذر في موسم 2013-2014، وكان موجودا للمرة الثانية في موسم 2016-2017 الحضور الثاني، وفي الحضور الثاني هبط رفقة الوكرة آنذاك، وكان قد خسر مباراة الأولى 4-0 أمام الدحيل، لكن في حضور الأول فاز في مباراة الأولى معيذر 2-1 على أم صبار. خطأ يحتسب من هذه المسافة. الحسوني أيمن على تنفيذ الخطأ لصالح نادي معيذر من أجل ضمان البداية الأفضل، ضمان البداية الأفضل. حسوني يرسل كرة، لكن الكرة تبع من جانبي حسين سيبلي المدافع الأسترالي، بتعود من جديد مرة أخرى أقصى الجهة اليمين ناجي الصادق، نقلة في الطرف الأيسر، تمريرة في مكان ممتاز، لكن طالت هذه الكرة وتحولت إلى خارج جارضية الملعب، تحولت إلى إلى خارج جارضية الملعب إلى ميتين. معيذر تقريبا يعني استغنى عن كل محترفين،
كل محترفيه استبدلهم النادي الاهلي، على الرغم من ان المحترفين اللي استغنى عنهم يعني قدموا مستويات جيده من خلال الموسم الماضي، لكن كما ذكرت يعني يعلم بان 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 دوري نجوم اكسبو ليس كدوري الدرجه الثانيه، هنا التنافس اكبر، هنا التنافس اشد، هنا ليس من السهل عليك ان تستمر ان تواصل، هنا صدمات كبيره يا سيد حسين، هنا صدمات كبيره، وبالتالي يجب عليك من اليوم الاول ان تؤكد للجميع بانك لست ضعيفا، بانك لست الحلقه الاضعف، من اليوم الاول في بطوله الدوري وفي انطلاقات الموسم يجب على معيذر ان يؤكد الجميع بانه لن يكون الحلقه الاضعف كما يعتقد البعض. كرة في وسط الملعب، دالة، ذلك لم يتحقق إلا بالخروج بالنتيجة الإيجابية اليوم أمام الوكرة في هذا الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، ليلة عودة الحياة، ليلة عودة الحياة لملاعب كرة القدم القطرية من خلال انطلاقة دوري نجوم إكسبو من خلال هذا اللقاء بين معيذر والوكرة. الكرة إلى ركنية تحولت، استاد الجنوب وذكريات المونديال، سبع مباريات استضافها طبعا في بطولة كأس العالم قطر 2022، وسيستضيف ست مباريات في كأس آسيا القادمة في قطر في مطلع العام القادم. عبد المقصود، كرة بتعود من جديد، لوكاس مينديز، عبد المقصود في وسط ملعب المباراة، كرة عند لوكاس مينديز، بيسيطر على كرة لوكاس مينديز، يتقدم من خلال هذه الكرة، مينديز يبحث عن الانطلاق بمر الكرة لكن الخطوات لم تكن كما يجب، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. هذا ماركيز لوبيز اعترف بأنها البداية الصعبة، وأشار طبعا إلى يعني بأن 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 الفريق اللي يواجه اليوم هو فريق بالنسبة له ليس كتاب مفتوح، بل كتاب مغلق، بحكم أن طبعا فريق قادم من دوري الدرجة الثانية ويخشى مفاجأة. سيد ماركيز لوبيز تحدث بأنه يخشى بأن ينتصر عليه معيذر، لكن فوز معيذر يعني أرى بأن لا يعتبر مفاجأة اليوم لسبب وحيد، لأن سبعة محترفين بسبعة محترفين وكلها عناصر مميزة، وبالتالي الحظوظ 50-50. كرة في وسط الملعب، نقلة في الجهة اليمين، انطلاقة سريعة الآن وتقدم، جمال يحاول، جمال يسدد كرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا الجمال قد يسجل هدفا جميلا، في هذه المباراة إذا ما استمر طبعا بهذا الحضور البدني والذهن الرائع في هذه المباراة. تسديد مسافة بعيدة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، ركلة تمر، لوكاس مينديز، كرة بتعود من جديد، سان سيبري، شوط أول إذا ما انتهى سلبيا 0-0 فبكل تأكيد بأنها ستكون نتيجة يعني ممتازة جيدة للفريقين. لدينا كرة ومحاولة تعود مرة أخرى، عمر صلاح، فتحي، حمدي بيسدد كرة، الله على هذه الكرة، حمدي بيسدد كرة من مسافة بعيدة، لكن حارس المرمى ينجح في أن يتصدى للكرة. هذا حمدي طبعا يعني كل شيء يبدو مغايرا مختلفا على حمدي فتحي بعقد لمدة 4 سنوات قادما من القلعة الأهلوية، القلعة الحمراء، وبكل تأكيد طبعا في مباراته وظهوره الرسمي الأول مع الوكرة من خلال هذا اللقاء.
الإضافة ستكون كبيرة في وسط ملعب الوحدات. شاهدين الكرام، نصل مع حضراتكم إلى دقائق الخمس الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. دقائق الخمس الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول في هذا اللقاء. خطأ يحتسب على عبد المقصود. ماركيز لوبيز يعني يبدو بأنه غير راضي، يبدو بأنه قلق نوعا ما، يبدو بأنه قلق اللي هو ماركيز لوبيز. لدينا خطأ يحتسب من هذا المكان لصالح نادي معيذر. خطأ ينفذ، كرة داخل المنطقة لكن الكرة تبعد من جديد. الله على هذه الكرة. الله، لو اكتملت هذه اللقطة يا حسين، لو اكتملت هذه اللقطة يا حسين، الحسوني كاد أن يفعلها. التسديدة رائعة، تسديدة قوية جدا، مر بجوار القائم اليمين أيمن الحسوني بكرة لم تكن بعيدة على الإطلاق، وبكرة كانت خطيرة جدا لنادي معيذر. لكن على أي حال هي التسديدة الثانية من خارج المنطقة الحسوني اللي كان قريب من خلالها على أن يسجل، على أن يتقدم للمعيد. دالا، هذا هو دالا قطعا، بأن أنغولا ليست نيجيريا، ليست الكاميرون، وليست مصر، وليست المغرب، ليست الجزائر في 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 القارة الإفريقية. وهنا أتحدث طبعا وأشير بهذا الحديث إلى 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 اللاعبين اللي قدمتهم أنغولا تاريخيا في كرة القدم المميزين. لكن يعني من فترة لأخرى يظهر لاعب أنغولي مميز، ودالا يريد أن يكون مميزا في غد الليلة. الكرة تبعد والكرة إلى ركنية خطيرة جدا. هذا هو دالا، يريد أن يواصل ما بدأه في الموسم الماضي، سجل 15 هدف، ولا شك بأنه يريد من خلال هذه المباراة أن يبصم وأن يوقع على أول أهدافه. لسه الموسم في بدايته يا سيد ماركيز لوبيز، وبالتالي الهدوء وضبط النفس والأعصاب وعدم التوتر كثيرا، هذا كله من صالحك يا سيد ماركيز لوبيز. لكن يعلم جيدا بأن الفوز في المباراة الأولى في الجولة الافتتاحية سيعطيه الدافع بعد ذلك على مستوى مباراة الملحق في دوري أبطال آسيا. الكرة ترسل عرضية، الكرة تعود من جديد، حازم بمشي كرة في اليمين، البحث عن العرضية، هي كذلك للوكرة الرأسية، الكرة خطيرة والكرة سهلة عند عافينا البرد، سهلة عند حارس المرمى. 43 دقيقة، شوط أول مر سريع حتى لا مشاهدينا الكرام سلبي، وأعتقد بأنه سينتهي بالنتيجة السلبية إذا ما استمر طبعا الوضع على ما هو عليه. شوط أول لم يخلو من الفرص، كانت هناك بعض الفرص الخطيرة القريبة من التسجيل، لكن لم يكتب لها النجاح، وبالتالي يعني 0-0، خلينا نقول بأنها يعني مرضية للمدربي الفريقين ولجماهير الفريقين، وواقعية عطفا على مشاهدنا. كرة إلى خارج أرضية الملعب يتماس، هذا ماركيز لوبيز، وهنا جماهير نادي الوكرة مرسل. كانت عندها ايضا تجربه هناك في بلغاريا مع نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، وكان مدربا للشحانيه من 2017 الى 2020. يريد ان تكون تجربه اكثر تميزا مع معيذر، لا شك في ذلك. خطا يحتسب الان،
حمدي فتحي. هذا حمدي. وهنا طبعا الحسوني مع عبد الناصر. دالا يتقدم، دالا يحاول، دالا مر، دالا سدد، الله بنيطو هدفهم الكبير. بنيطو محارب الصحراء، بنيطو يسجل اول اهداف دوري نجوم اكسبو، دوري نجوم اكسبو. التوقيع الأول، البصمة الأولى تسجل في هذه اللحظات عن طريق بنيطو. لكن شوف الدور الكبير، شوف المرور من دال الذي تقدم بهذه الطريقة والذي سدد، وبعد ذلك الإبعاد الذي لم يأتي كما يجب من جانب حارس المرمى. الله يا دال، إذا أردت أن تصفه فيجب عليك بأن تقول بأنه دال الاستثنائي، دال الاستثنائي الذي وضع بنيطو من خلال هذه اللقطة، وضع الهداف في المكان الذي يعشقه، وضع الهداف في المكان الذي يريد أن يكون متواجدا فيه دائما. بنيطو يسجل أول أهداف الموسم الكروي الجديد 2023-2024. محمد بنيطو الهدف الأول في بطولة دوري نجوم إكسبو يأتي بقدمي. بنيطو 1-0. الوكرة يرفض أن ينهي شوط المباراة الأول سلبيا. الوكرة يرفض بأن ينتهي شوط المباراة الأول، يرفض بأن ينتهي شوط المباراة الأول سلبيا. إذا أردت أن تصفه قل عنه استثنائي، وهو كذلك بكل ما للكلمة من معنى. لاعب اللي يلعب بالقدمين، وفي كرة القدم، في كرة القدم نعلم جيدا بأن نادرا أو قلائل هم من يلعبون بالقدمين، بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى. دال أحدهم، دال الذي يسعد جماهير الوكرة، الذي يسعد أهل الجنوب في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بهدف أول يسجل بقدمي الواضح أمامنا محمد بنيطو. كثيرة هي أرقامه، كثيرة هي أهدافه، كثير هو تميزه وتألقه اللي هو بنيطو. ماركيز لوبيز، يعني نستطيع أن نقول الآن ارتاح قليلا ماركيز لوبيز. هذه انطلاقة وهذه كرة عرضية، الثاني الله أيوب عسال يسجل هدف آخر جمال، آخر جمال يا عسال، آخر جمال يا عسال. الله على هذه اللقطة، الله على الثاني، الله على النواخذة. الموج عالي في هذا المساء، الموج عالي ولا ينصح بالاقتراب من، لا ينصح بالاقتراب من. هذه الإعادة وهذه الكرة وهذه العرضية وهذه، يا سلام يا سلام يا سلام على الهدف الثاني الذي يسجل للوكرة في هذه اللحظات. 2-0. قد يكون تأخر الهدف، قد يكونون تأخروا في البداية في هذه المواجهة، لكنهم يصلون إلى مرادهم، يصلون إلى مبتغاهم ويسجلون الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-0. مشاهدينا الكرام، أيوب عسال يسجل. وبالتالي يعني كما كانت تشير التوقعات قبل المباراة على الورق وكعناصر يعني فنيا، تحدث عن ربما تقدم في الشوط الأول كان منتظر بالنسبة للوكرة، وذلك يتحقق، ذلك يتحقق. وعلى الرغم من ذلك لم يكن سيئا على الإطلاق نادي المعين، لم يكن سيئا في هذا الشوط الأول. سلامات سلامات إن شاء الله، سلامات
سلامات لدالا اللي صدت على أرضية مع بطاقة صفراء. بطاقة صفراء ظهرت على رامون أرياس. رامون أرياس الذي تدخل به هو أو هذا عفوا نسيم بن عيسى. نسيم بن عيسى لاعب الجزائر القادم من نادي شاتورو الفرنسي 21 سنة وهو طبعا خريج مدرسة كوين أولمبيك ليون الفرنسي. شوف أيوب عسال، شوف هذه اللقطة الجميلة، شوف ردة الفعل هنا من خوسي. ما كان ودي أن البداية تكون بهذا الشكل في هذه اللحظات مشاهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، نجدد والترحيب بحضراتكم مع انطلاقة شوط المباراة الثاني في مواجهة الوكرة وعنعذر أولى مباريات بطولة دوري نجوم إكسبو وأولى مباريات هذا الموسم بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم الوكرة بهدفين مقابل شيء. شوط أول نجح في أن يتقدم فيه الوكرة بهدف سجله، هدف أول سجل بنيطو والهدف الثاني سجل أيوب عسال، وبالتالي شوط المباراة الأول انتهى كما أراد له مدرب نادي الوكرة وكما أرادت له جماهير نادي الوكرة. بينما شوط المباراة الثاني ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام بتبديل وحيد فقط من جانب نادي معيذر، بينما الوكرة يبقي على نفس العناصر. نبقى مع هذه الكرة العرضية التي مرت التي عدت، لكن الكرة أبعدت والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لاعب رقم 67 يوسف اليهري، لاعب تحت 21 سنة، هو الذي شارك في شوط المباراة الثانية مشاهدينا الكرام كأول تبديل، كأول تبديل من خلال هذا اللقاء بالنسبة لعام عيذر. هذا محمد بن يطو كما ذكرت مشاهدينا الكرام، جزائري مسجل 9 أهداف في الموسم الماضي، لكن هداف الوكرة طبعا في الموسم الماضي كان دالا الذي لا يتفوق عليه أي لاعب آخر، لا يتفوق أي لاعب آخر على 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 دالا في عدد الأهداف المسجلة في الموسم الماضي مع الوكرة اللي نجح في أن ينجز نصف المهمة ويتبقى النصف الآخر مع انطلاقة مشاهدينا الكرام شوط المباراة الثانية. أكيد بأن الوكرة يريد أن يضاعف تقدمه في النتيجة ويريد أن يستعد كما يجب لمباراته القادمة في ملحق التوالي لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا رفقة النادي العربي. نتمنى ونامل وكل التوفيق طبعا اكيد للوكرة العربي والتواجد بحول الله في دوري ابطال اسيا على مستوى دوري المجموعات. كنا طبعا جانب من اشبال نادي معيذر اللي موجودين في ارضيه ملعب المباراه هنا في 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 استاد الجنوب، التحفة المعمارية التي تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر. هذا الاستاد اللي صممته طبعا المعمارية العراقية الراحلة رحمة الله عليها زوها حديد، يعني حيث استوحت التصميم تاريخ البحر العريق لمدينة الوكرة اللي كما يعلم الجميع ارتبط سكانها بالبحر سواء للصيد واستخراج اللولو. هذا الملعب الذي كان شاهدا مشاهدينا الكرام على عدد من اللقاءات المثيرة في مونديال قطر 2022 هو من يستضيف هذا اللقاء. وفي المجمل الملاعب المونديال سوف يعني تستضيف 68 مباراة في هذا الموسم من اصل 132 مباراة. استاد الجنوب يستضيف 13 مباراة. بينما الدقائق الاولى في شوط المباراة الثاني، دالا بيسيطر على كرته، الكرة فيها خطأ يكتسب من جانب حكم المباراة سيد نايف قادري حكم هذه المباراة، حكم هذا اللقاء. قلنا له كل التوفيق. طبعا كان هناك معسكر تدريبي يسبق كما جرت العادة يسبق كل الموسم لحكام النخبة، أقيم في مدينة طبرقة التونسية.
خلال فترة من 22 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري بمشاركة 48 حكم من الحكام والحكام المساعدين الدوليين وحكام النخبة. كل شيء يبدو مهيئا مشاهدينا الكرام، كل شيء يبدو مهيئا في حقيقة الأمر لمشاهدة يعني كما ذكرت موسم مختلف، موسم مغاير، موسم استثنائي، موسم أقوى، موسم أفضل، موسم أجمل، موسم فيه التحدي يكون كبير، نتمنى لا شك ذلك. هذا لوكاس مينديز، وهذا واحد من اللاعبين أيضا المميزين في شوط المباراة الأول. حديث عن جمال محمد، قدم أداء جيد جمال على الرغم من أنه لم ينجح في أن يستثمر العديد من الفرص التي أتيحت له من أجل أن يسجل، لكن ذلك على الإطلاق يعني لا يعطينا الحق بأن لا نتحدث عن أداء المميز اللي قدم في الشوط الأول. كرة خلف الدفاع، الكرة في الجهة اليسرى للوكرة، انطلاق الآن وكرة عرضية جميلة الثالث، لكن الدفاع يتدخل في التوقيت المناسب وينجح في أن يبعد كرة خطيرة للغاية المرتدة لمعيذر، المرتدة من خلال هذه اللقطة من أجل تقليص الفارق. الكرة في اليمين، لوكاس مينديز، سلامات 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 للوكاس مينديز، وسلامات أيضا للاعب الناجي الصادق. الناجي الصادق لاعب الخور السابق الواضح أمامنا طبعا، هو الذي تدخل في هذه الكرة، تدخل لم يكن مقصود على الإطلاق من الاثنين، تدخل ما كان مقصود، وهذه واحدة من اللقطات اللي يعني اللي لا يتمنى المحب والعاشق لكرة القدم أن يشاهدها، لأن لقطة ممكن أن 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 أن, أن يعني تقرر مصير ومشوار لاعب في السنوات القادمة، وبالتالي جاءت سليمة يا لوكاس مينديز. بينما هنا بنيطو قائد الوكرة، بنيطو اللي حقيقة بعد تألقه الكبير جدا استاهل يستحق يعني مكان في منتخب الجزائر مع الخضر. هذا خوسي مورسي الذي يبتسم من خلال طبعا صورة في اللقطة الأخيرة، لا أعلم هل هي ابتسامة تفاؤل أم هي ابتسامة ربما اندهاش على العرض الذي قدم من خلال شوط المباراة الأول والذي أيضا يقدم في شوط المباراة الثاني. السيد خوسي مورسي الذي أكيد يجب عليه بأن يكون متفائلا، لأن ما زال عندنا متسع كبير جدا من الوقت في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، الوكرة إذا ما نجح في أن يحافظ على الهدفين اللي سجلهم، والوكرة الذي إذا ما نجح بأن يحافظ على التقدم في نتيجة هذه المباراة، أكيد بأنها بداية ستكون رائعة ورائعة جدا للنواخذة من خلال هذه المباراة الحصول على الثلاث النقاط الأولى، الفوز في ظهورهم الأول في موسم 2023-2024، وهذا هو أكيد الهدف الذي يبحث عنه السيد ماركيز لوبيز. عثرت البدايات واردة، لكن لما يتعلق الامر ببطوله الدوري طبعا ما زال يكون عندك متسع كبير جدا من الوقت انك تقف على تصحح اخطائك وعلى انك تحاول بكل تاكيد ان تظهر بمظهر وبصوره افضل. على العكس طبعا لما يكون الامر يتعلق ب يعني دوري المجموعات وبطوله فيها يعني مطلوب منك أن تحقق الفوز في المباراة الأولى، على الرغم من أن الوضع ربما يبدو مشابها، لأن تحدث عن الفوز في المباراة الأولى دائما من شأن أن يعطيك الدافع لأن تقدم الكثير بعد ذلك، لأن تقدم الأفضل بعد ذلك. هذا الخطأ اللي كان موجود، ومبيزا اللاعب الذي حاول أن يستغل هذا الخطأ، واللاعب الذي أعتقد بأنه قادر بلا شك أن يسجل، قادر
على أن يقلص الفارق ليام عيذر. المباراة مشاهدين الكرام لن تنتهي حتى وإن كانت النتيجة 2-0، إلا أن ما زال لدينا وما زال أمامنا متسع من الوقت من أجل أن يتقدم الوكرة، من أجل أن يضاعف الوكرة تقدمة من خلال هذا اللقاء. تمريرة ولمسة، الله على دالة، لكن الكرة تبعد من أمامه. مرتدة سريعة الآن، مرتدة سريعة الآن. مبنزا يتقدم، مبنزا يحاول، مبنزا لاعب على لاعب، مر وتقدم وقد يسدد. الله على هذه الكرة، الله على هذه الكرة، وفي المقابل الله على عمير الذي نجح في أن يوقف هذه الكرة، والذي نجح في أن يتصدى لكرة هذا العملاق جيمبنزا من خلال طبعا هذه الكرة اللي ضرب فيها دفاع الوكرة، والكرة اللي كانت خطيرة جدا، الكرة اللي كان من خلالها نادي معيذر أن يتقيم أن يقلص الفارق وأن يبدأ شوط المباراة الثاني أفضل بداية ممكن. هذه لما يقول لك أفضل بداية ممكنة وأنت متأخر في النتيجة في الشوط الأول، هذه هي أفضل بداية ممكنة. لكن حارس المرمى تألق، وماركيز لوبيز اللي غير راضي عن أداء وعن مردود لاعبي فريقه مع بداية شوط المباراة الثاني، غير راضي على مردود وعلى مستوى لاعبي فريقه في شوط المباراة الثاني، لكن قد يرضى بعد هذه اللقطة، قد يرضى بعد هذه الكرة. الكرة في اليمين، خطورتها ما زالت مستمرة، ومحاولة قائمة الآن. أيوب عسال يعيدها، عمدي يرسل كرة عرضية مرت من أمام الجميع، من أمام الجميع، الكرة وصلت في الجهة اليسرى. محاولة ما زالت قائمة للوكرة، بحثا عن الثالث، بحثا عن الثالث، لكن الكرة تبع من جانبي الدفاع نادي معيذر. الشوط الثاني أجمل من سابقه، شوط المباراة الثاني أجمل من شوط المباراة الأول، أجمل من شوط المباراة الأول. يعني أكيد بأن أبرز نقاط القوة اتضحت لدى كل مدرب، وأبرز نقاط الضعف أيضا اتضحت لدى كل مدرب في الشوط الأول، وبالتالي مع بداية الآن ومع انطلاق شوط المباراة الثاني في هذا اللقاء، الوكرة يعني وده يسجل الثالث، وده يسجل الثالث، لأنه بدأ يستشعر الخطر، بدأ يستشعر بأن 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 الخصم اللي أمامه، الخصم اللي أمامه لم يستسلم. دالة يسدد كرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركنية من جديد. واضح أمامنا طبعا فؤاد حنفو، اللاعب القادم من نادي بارادو الجزائري، نادي بارادو اللي يعرف بأكاديميته الشهيرة، وكما يطلق عليه لمسيه الجزائر اللي قدمت الكثير من الأسماء المميزة على غرار رامي بن سبعيني، نجم بروسيا مونشنغلادباخ، وعلى غرار أيضا يوسف عطال، وبالتالي أتى من هناك اللي هو اللاعب رقم 3 في صفوف نادي معيذر. لدينا هذه الكرة الركنية التي تنفذ، الكرة بتعود مراد ناجي، يسدد كرة لكن كرته بعيدة جدا، كرته بعيدة جدا مراد ناجي، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، كرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. لوبيز كرة بتعود من جديد، تنقل في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، محاولة الآن للتقدم، كرة عرضية في مكان ممتاز، لكن دائما وأبدا التغطية موجودة، والكرة عادت مرة أخرى في وسط الملعب. 58 دقيقة، الثلاث النقاط تروح لمين؟ الثلاث النقاط تروح لمين؟ تبقى هنا في الوكرة، تبقى هنا، أقرب لذلك، هي أقرب لذلك، أقرب لأن تبقى، إلا إذا نجح في أن يسجل نادي معيذر في الدقائق القليلة القادمة، بعد ذلك الكلام ممكن يتغير، الكلام ممكن يتغير. هذا عبد الفتحي، وهذه هي الإعادة للكرة التي سقط من خلالها لاعب عمر صلاح، لاعب اللي كان ذكرت مشاهدينا الكرام
احد المواهب الاردنيه المتميزه طبعا في نادي الوحدات. بدا مسيرته مع الوحدات في 2016، تدرج مستوى الفئات وصولا الى الفريق الاول. ركنيه تنفذ لصالح الوكره، وصلت في الجهه اليسرى، الكره تبعى من جانب الدفاع عبد المقصود، نقله للامام بن يطو في وسط الملعب، بن يطو مرور جميل، بن يطو يتقدم في هذه الكره، بن يطو يحاول ان يمر، بن يطو الكره ما زالت، بن يطو يمر كره الثالثه، كان حارس المرمى، حارس المرمى، كره في هذا المكان، كره في هذا المكان، كره في المنطقه المحظوره، يجب ان يكون التعامل معها مختلف. كان من الممكن طبعا ان الكره اللي حاول فيها حازم احمد ان ينجح من خلالها طبعا نادي الوكره ان يسجل. ذكرت مشاهدينا الكرام وكره عنده لقبين على مستوى بطوله الدوري، عنده لقبين على مستوى بطوله الدوري في ايام مجده وفي ايام تألقه وفي ايام كان يزخر فيها الفريق بعدد من 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 النجوم من اللاعبين المميزين الذين ساهموا بكل تأكيد في بطولتي الدوري اللي حققهم الوكرة. بن يطو كل جماهير الوكرة يعني تتذكر إلى أي موسم يعود اللقب الأخير، إلى أي موسم لقب بطولة الدوري اللي فيها طبعا سيطرة كبيرة في السنوات والمواسم الماضية فيما بين السد وفيما بين تحيل، التنافس كبير لدينا. كرة الآن وانطلاقة من الجهة اليسرى عرضية، لكن الكرة وصلت عند حمدي، حمدي فتح بمشي كرة لدالا، دالا ينطلق، دالا يتقدم، دالا يحاول أن يمر، يتلاعب دالا، يتقدم دالا يمر كرة، الله على هذه الكرة الثالث والتسديد، لكن الكرة ضاعت، الكرة ضاعت بعد أن اصطدمت في دفاع نادي معيدر. كرة خطيرة للغاية، كرة خطيرة للغاية لنادي الوكرة مع بداية شوط المباراة الثاني، مع الدقيقة 61 في شوط المباراة الثاني، فرصة الهدف الثالث كانت قريبة للوحدة، كانت قريبة للوكرة. سنسيبلي مدافع الأسترالي، طلع مراد دانج سلمى ماضي مع اللعب، تحدث عن اللاعب طبعا المميز، لاعب عنده مسيرة وتجربة طويلة اللي هو مراد. كرة في وسط الملعب، هذا دالا بعيد الكرة، حمدي فتحي، لوكاس سيمينديز بعيد الكرة للخلف، حمدي يرسل لكرة خلف الدفاع في مكان ممتاز، كرة في الجهة اليسرى لكن طالت وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى. طبعا مشاهدينا الكرام انطلاقة الدوري نجوم إكسبو بهذه المباراة، بعد ذلك في الثامنة النصف العربي في مواجهة الشمال، وطبعا يوم الغد لدينا مواجهتين، قطر أمام الغرافة، المخي أمام الريان، ويوم الجمعة تختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهتين، الأهلي أمام الحيل وأم صلال أمام الصد. كرة بتعود الآن أيوب عسال، قد يسجل الثاني الشخصي، يسدد كرة قوية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركنية، لها من فرصة، يا لها من فرصة خطيرة وخطيرة للغاية، لكن الكرة تحولت إلى ركنية. مامادو ترامب
مامادو تراوري اللاعب والمدافع المالي هو الذي وقف خلف هذه الكرة، وهو الذي أبعد هذه الكرة، وهو الذي تدخل وأنقذ كرة خطيرة جدا كانت في طريقها للمرمى، في طريقها ربما لمعانقة الشباك للمرة الثالثة، لكن أبعدها وبعد ذلك الكرة إلى ركنية. مراد ناجي، مراد ناجي يرسل لكرة وصلت للوكاس مينديز. سلامات لدالة، سلامات لدالة، ساقط على أرضية الملعب، ساقط داخل المنطقة، يقول سلام إن شاء الله. كرة الآن بنيطو، يحاول بنيطو يسدد والكرة إلى ركنية تحولت. لم نشاهد اللقطة اللي سقط فيها دالة، يمكن نشوف الإعادة، يمكن نشوف الإعادة. هذه هي الكرة طبعا اللي كان فيها اشتراك واحتكاك فيما بين ايمن الحسوني وبين جيلسون دالا. الوكرة طبعا في المعسكر الاعدادي اختار الطريق الاصعب والافضل، واجه لاس بالماس وواجه قادش بالاضافة لمواجهة لنادي اسبانيول. اسبانيول احد الانديه الاسبانيه يعني اللي لا شك ليس مكانها على الاطلاق المكان اللي تتواجد فيه الان، بعد ان هبط الى دوري الدرجات الثانيه. هنالك في اسبانيا ركنيه تنفذ الان للوكره، لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب، رميه تمس، كره الى خارج ارضيه الملعب، رميه تمس. الان سيأتي التبديل، هذا اللاعب اللي يستعد للمشاركة، اللاعب الذي يستعد للمشاركة هو دينس ألبيك أو أليب، دينس أليب الدولي الروماني الذي يعد من العناصر الأساسية في منتخب رومانيا. سبق طبعا لعب مع الانتر في ايطاليا كابرز محطاته، ويعني ولاعب مميز، لاعب مهم، يشارك بديل محمد صلاح. دينيس علي اكيد بان رومانيا منذ ان قدمت اسطورتهم يعني هاجي لم ياتي نجم روماني اخر بتلك القيمة وبتلك الروح وبتلك الإمكانيات الكبيرة. نتذكر طبعا مونديال 94 في الولايات المتحدة، الرقم 10 العنصر الأبرز والأسطورة الكبيرة حقيقة، وذلك يحدث لأن بالمقابل لما نتحدث يعني على سبيل المثال عن سنبقى مع هذه الكرة تسديدة من حسوني كترة بعيدة خارج أرضية، يعني نتحدث عن رومانيا، نتحدث عن أسطورتهم، نتحدث أيضا عن يعني عن منتخب ربما غاب واختفى كثيرا منذ سنوات طويله، ومنتخب اوروبي، الحديث عن بلغاريا على سبيل المثال اللي قدم سفيشكو في يوم من الايام، ولعل اخر نجومه كان بيرباتوف، لكنهم يغيبون. وهذه الدول الاوروبيه لما تتذكر اساطيرهم اكيد بان ودك انهم يرجعون ينافسون، وانهم يعني يرجعون للتواجد والظهور في الصوره، خاصه فيما يتعلق في المنافسات وفي البطولات الاولمبيه. رميه تمس، اتمنى ان تظهر بلغاريا، تظهر رومانيا، تظهر المنتخبات هذه في يورو 2024 ثانيه. كره بتعود من جديد لصالح الوكره في الجهه اليسرى، محاوله الان للتقدم والانطلاق ما زالت، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركنية، إلى خارج أرضية الملعب. هذه جماهير الوكرة، جماهير الوكرة أهل الجنوب، والجماهير القطرية أكيد مدعوة لمؤازرة النواخذة في المباراة الوكرة أمام نادي، أمام الفريق الأوزبكي من أجل التواجد في
في دوري أبطال آسيا وعتاهوا لدوري المجموعات. ركنية لصالحين، الوكرة تنفذ لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى فيناندو رودريغيز اللي بدوره يرسل الكرة سريعة لدينيس، ينطلق من الجهة على اليسرى، يعيد الكرة للخلف، تراوري دينيس حاول أن يمر لكن الكرة تبعد من أمامه، يبعث سال بمشي كرة بن يطو في الجهة اليسرى، الكرة عادت مرة أخرى. لا جديد مشاهدينا الكرام، متابعين عبر قنوات الكأس أينما كنتم، مع بداية شوط المباراة أو مع يعني وصولنا إلى الدقيقة 69 في عمر أحداث هذا اللقاء ككل، لا جديد يذكر. هذه كرة بتعود خاطئة، خطف بدالة لكن عاد حارس المرمى ليصحح الخطأ بشكل سريع، صحح الخطأ بشكل سريع جدا، وذلك يحسب له تمريرة رائعة في منتصف ملعب المباراة. الحسوني يحاول، الحسوني يسيطر على كرته، الحسوني بمر الكرة في اليمين، معذر يبحث عن تقليص البارك، ما زال العمل قائما في مسألة خروجه بنقطة، ما زال العمل قائما إن أرادوا ذلك، إن أرادوا ذلك ما زال العمل قائما بخروجهم بنقطة لاعبي نادي عم عيدر في هذا اللقاء، لكن أولا يجب عليهم أن يقلصون الفارق وبعد ذلك يبحثون عن هدف التعادل. دالة مشى كرته في مكان ممتاز، الكرة لأيوب عسال، الكرة لبن يطو، لكن حارس المرمى ينجح في بعدها، حارس المرمى ينجح في بعدها. عبد المقصود بعيد الكرة للخلف، كرة تنقل للأمام، كرة عادت من جديد فيناندو، خطأ فادح والخطأ أمام عسال، الخطأ أمام عسال حتى وإن كان واردا في عالم كرة القدم، لكن لا ينصح على الإطلاق أن تخطئ أمام هدافا كأيوب عسال. الثالث للوخرة، الثالث للوكرة، والثاني شخصيا لأيوب عسال، يسجل في هذه اللحظات لتصبح النتيجة الآن 3-0. بداية لم يكن ينتظرها السيد خوسيه، هذه هي الإعادة. شوف الكرة اللي عادت بهذا الشكل، الكرة اللي عادت بهذه الطريقة وبهذه الصورة، فيناندو ماذا فعلت؟ أي خطأ ارتكبت؟ وبالتالي أيوب عسال تابع وكان قريبا من هذه اللقطة ونجح في أن يسجل الهدف الثالث، 3-0. ثلاثة صفر، بداية أكثر من رائعة للوكر الذي يضرب بقوة في اليوم الأول لبطولة الدوري. أيوب عسال، وهنا فرع طبعا المشجع الوكراوي، هذه كرة من مسافة بعيدة، يا لخ من لقطة ويا لخ من كرة، هذا يريد أن يفاجئ فيها حارس المرمى في تبديل قادم سيكون أيوب عسال. طبعا بما أن عنده هدفين الآن، هو هداف بطولة الدوري، يعني ممكن يكون هداف الجولة الأولى، لكن يعني عنده طبعا يعني كان عندنا مباريات الجولة الأولى، وصعب جدا يعني في ظل تواجد عدد من النجوم الكبار أن يبقى ربما عسال بالهدفين وأن يكون هدافا للجولة الأولى، لأن في أسماء ثقيلة تعودنا عليها من خلال المواسم الماضية أنها دائما ما تكون منافسة على لقب هداف في بطولة الدوري، حديث عن أولونجا على سبيل المثال في الحين، حديث عن بغداد على سبيل المثال أيضا في السد كذلك. هذه الإعادة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى، ثلاثية لنواخذة الجنوب، ثلاثية لأهل الوكرة في شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام، أو في شوط المباراة
الثاني الآن وصولا للدقيقة 73. تبديل عبد الرحمن راشد لاعب رقم واحد ولاعب رقم 31 يشار. هذه يعني صورة في بعض الصور لا تحتاج لمعلق من أجل أن يصفها، ولعل تلك الصورة التي ظهر فيها السيد خوسيه مارسيا مدرب معيدر يعني صورة تعبر عن خيبة أمل في البداية، خيبة أمل في البداية. يجب عليه أن يصحح الكثير والكثير من الأخطاء اللي يجب بأن تصحح طبعا من خلال المباريات، من خلال الجولة القادمة. دالا يترك قضية الملعب وعندنا ثلاث تبديلات الآن، ثلاث تبديلات. أحمد عبد المقصود أيضا، أن رابح يحيى رقم 7 شارك بالإضافة إلى خالد منير. وأحمد فاضل هذه هي الأسماء التي تشارك في آخر ربع ساعة، في آخر ربع ساعة في عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. واللقاء ككل ثلاثية مشاهدينا الكرام يسجلها نادي على وكرة في افتتاحية دوري نجوم إكسبو، وتأخر في النتيجة لمعيذر بدون القدرة على الرد على الأقل في الشوط الثاني. هذا الهدف الثالث، يعني هذا الخطأ، يعني أغناندو رودريغيز هو خطأ لأي حارس مرمى، هو خطأ كارثي وبداية، كارثي وبداية لأي حارس حقيقة. لكن أتمنى بأن لا يتأثر كثيرا طبعا خلال يعني المباريات القادمة. سقف التحدي يجب بأن يكون كبير لدى الجميع، نتحدث عن القيمة سوقية لدوري نجوم إكسبو اللي بلغت 220 مليون، ونتحدث عن يعني أسماء مميزة حقيقة تم التعاقد معها في مختلف الأندية، في مختلف الأندية سبع محترفين، سبع محترفين. وبالتالي هذا من المفترض يعني أكيد يعني ينعكس بشكل إيجابي وإيجابي جدا على المردود في هذا الموسم الذي يتوقع له الكثيرون بأن يكون ليس كسابقه، الذي يتوقع له الكثيرون بأن يكون مختلف ومختلف تماما. كرة بتعود من جديد في الجهة اليسرى، محاولة للتقدم، عادت من جديد، فيها خطأ يا كسر. هذه الكرة، منير بيمشي كرة، بنيطو يتقدم، بنيطو يسدد كرة، لكن الكرة تحولت إلى ركنية، تحولت إلى ركنية لصالح نادي الوكر. حلوة هذه البداية، حلوة هذه البداية لجماهير الوكرة، لأهل الجنوب، يعني فوز بثلاثية أكيد بأن شوف
حتى على مستوى الركنيات الفارق يبدو كبير وكبير جدا. ركنية تنفذ والتسديد لكن بينالدو ينجح في أن يتصدى. 78 دقيقة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعي قنوات الكاس أينما كنتم في ليلة انطلاق بطولة دوري نجوم إكسبو وليلة انطلاق بطولة الدوري والموسم الجديد. بكل تأكيد يظهر الوكر حتى الآن بأفضل حلة ممكن، بأفضل صورة ممكن، بأفضل أداء ممكن، بأفضل أداء ممكن، بهذه النتيجة المريحة، بهذه الثلاثية المستحق. كرة إلى رمية تماس، حازم أحمد، كرة وصلت في الجهة اليسرى من ملعب المباراة، لمسة للأمام في مكان ممتاز، محاولة الآن للتقدم لعل وكرة تعود من جديد. خلاص يعني أعتقد بأن الوكرة الآن يرغب بما هو أكثر من 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 الثلاثية اللي سجل. المهم انك تضمن الثلاث نقاط، بالثلاثة ولا بهدف ولا بهدفين، المهم انك تضمن الثلاث نقاط. أعتقد بأن يعني الوكرة ضمن ذلك. ونحن نتحدث مشاهدينا الكرام عن الدقائق العشر الأخيرة، عن الدقائق العشر الأخيرة. كرة تصل في الجهة اليسرى لصالح نادي معيذر، تنقل إلى أمام الروماني دينيس، يمر الكرة لكن الكرة تقطع، عادت من جديد رابح يحيى، بعيد الكرة للخلف، الكرة ما زالت لوكاس مينديز، عادت في وسط ملعب المباراة. طبعا معيذر اللي خاض معسكرة في مدينة إزمت التركية، خاض خلالها خمس مباريات في الإطار الاستعدادي والودي، فاز حقق نتائج إيجابية، لكن أكيد بأن الإطار الودي مختلف تماما عن الإطار الرسمي. لما يبدأ وقت الجد يختلف الوضع، يتغير الوضع. كرة عند مراد ناجي تبعد من أمامه، كرة تنقل طويلة لكن لوكاس مينديز في المكان المناسب. كرة بتعود من جديد، انطلاقة للوكرة، تقدم ولمسة للأمام لكن التغطية موجودة، عادت لي الخلف عند فينالدو رودريغيز. حسوني أيمن حسوني، طبعا كما ذكر قادم من القطب الآخر الكبير لمدينة الدار البيضاء نادي الوداد. ونعلم جيدا بأن الصمت يكاد يخيم في الليلة التي يلعب فيها اللقاء الكبير والديربي الكبير، ديربي الدار البيضاء، ديربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد، كما هو الحال في القاهرة في مصر حينما تطل علينا المواجهة الكلاسيكية الكبيرة بين الأهلي والزمالك، وكما هو الحال في مختلف ملاعب العالم على مستوى الديربيات وعلى مستوى اللقاءات التاريخية. كرة بتعود من جديد في وسط ملعب المباراة، محاولة للتقدم، كرة فيها خطأ على ما يبدو لي. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لهذا اللاعب الذي أعتقد بأنه قادر يعني لعب مميز. جمال محمد قدم شوط أول جيد، كان قريب من أن يسجل في كثير من الأحيان. خوسي ما هو راضي
عن الثلاثية، خاصة أنها أتت يعني للفريق مدربة مواطنة إسباني آخر اللي هو ماركيز بابيس. كرة تنقل للأمام، بتعود من جديد للخلف عند بينالدو. هكذا مشاهدينا الكرام، هكذا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، الكرة الآن والانطلاق. الله، لكن الراية والتسلل، الراية والتسلل يا مبينزا، الراية والتسلل مبينزا في تلك في هذه الكرة، في هذه الكرة. شوف التنبيه، قرار سليم من المساعد بوجوده في موقف التسلل، لكن نشوف نايف قادري هل هنالك حديث. نعم هناك حديث من البار، حديث ياتي من البار، هل سيعود للبار؟ هل اللاعب مبينزا لم يكن متسللا؟ شوف الإعادة، شوف الإعادة، شوف الإعادة. والله فيها كلام، فيها كلام، واللقطة اللي فيها كلام لابد أن من سيحسم أمرها هو الفار. ليس بإمكان أي أحد أن يقرر في لقطة كتلك، صعبة للغاية. ممكن يتم احتساب هذا الهدف. خلينا نشوف نايف قادري. تبديل الآن مشاهدينا الكرام، تبديل لعب رقم 19 اللي هو مالك محمد. استعدوا للمشاركة، وعندنا لاعب رقم 19 اللي هو محمد خالد حسن عفوا، من جانبي. نسيم بن عيسى، يترك أرضية الملعب، واللاعب رقم 19 مالك محمد هو اللي يشوط. ومن الجانب الآخر للوكرة محمد خالد عسل. سبعة وثمانين دقيقة أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس، أينما كنتم أينما تواجدتم. هذه الإعادة طبعا لتوضح بأن مبينزا كان نعم في موقف تسلل، وبالتالي القرار كان سليما في بعض اللقطات، يعني من أجل أن لا يظلم حكم المباراة أحد، تحتاج للتريث قليلا قبل أن يتخذ القرار، وذلك ما حدث. وبالتالي القرار أتى أخيرا بأن مبينزا كان في موقف التسلل، بأن الهدف هدفا ليس صحيحا. كرة بتعود من جديد في الجهة اليمين، تنقل طويلة، عادت مرة أخرى لعلى خلف، لمسة لي على أمام، الكرة أبعدت من جانب دفاع نادي الوكرة، والكرة فيها خطأ. احتسب 88 دقيقة لآخر دقيقتين على مستوى الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني، واللقاء ككل بداية موفقة، بداية مميزة، بداية رائعة، بداية فيها انتصار بثلاثية نظيفة، ثلاثية نظيفة مستحق للوكرة. معيذر يدرك بأن مباراة القادمة
مباراة القادمة راح تكون مباراة سهلة أبدا. ماركيز سالوبيز بيريحة هذا الفوز، بيريحة هذا الفوز بشكل كبير ماركيز لوبيز، لأنه يعطيه كما ذكرت يعني الكثير من الدافع الكبير قبل مواجهتي الفريق الأوزبكي في الملحق المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا. كرة تنقل للأمام، نذكر بأن بعد هذه المواجهة لدينا مواجهة العربي والشمال على أن تستكمل اللقاءات يوم الغد وبعد يوم غد، وعلى أن تكون الجولة الثانية من بطولة دوري نجوم إكسبو يوم 25 26 27 على مدى 3 أيام مع عيد المواجهات الصعبة المواجهة القادمة، لأنه راح يلعب أمام بطل الدوري أمام دحيل، راح يلعب أمام دحيل، بينما الوكرة يعني نوعا ما يمكن تكون مواجهته أقل على مستوى الصعوبة، راح يلعب أمام الشمال. 9 دقائق الوقت المقدر محتسب كوقت بدل ضايع. طبعا الوضع كما نعلم لم يعد كما كان عليه سابقا، يعني في السابق يكتفي حكم المباراة بوقت تقديري، هو من يقدر 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق بالكثير، لكن الآن طبعا مع الوقت بدل الضايع الفعلي الوضع تغير، ممكن تلعب شوط إضافي، ممكن 15 دقيقة، ممكن 9 دقائق كما احتسب الآن الوقت بدل الضايع. ركنية ركنية تنفذ، الكرة تعود من جديد، تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة مرمى. معيذر في ظهوره الثالث مع الكبار يخسر مباراته الأولى حتى الآن بهذه النتيجة مشاهدينا الكرام. الكرة بتعود من جديد، تسديدة مسافة بعيدة، لكن الكرة عادت مرة أخرى في وسط الملعب، تنقل أقصى الجهة على اليسرى مرة أخرى، محاولة ما زالت قائمة ومستمرة، لكن دائما يعني الدفاع يقوم بدور التغطية. فسي كان وده على الأقل يخرج بنتيجة، يعني بنتيجة التعادل على أقل تقدير، لأنه يعلم صدامه القادم في الجولة الثانية راح يكون صعب جدا حقيقة مع بطل الدوري مع دحيل، منافسة كبيرة بين دحيل والعربي في الموسم الماضي. لم تحسن سوى في الجولات الأخيرة، أمر بطولة الدوري لم يحسم سوى في الجولات الأخيرة في الموسم الماضي. كرة الآن ومحاولة لصالح معيذر، انطلاقة سريعة لكن الكرة تبعد من أمام مبنزا، عادت مجددا بالكعب، لم تصل تمريرة جميلة جميلة جميلة، هذه الكرة راية وتسلل مبنزا جديد، كان في موقف في اللاعب المتسم. إذا كما كانت مشاهدينا الكرام متابعين عبر قنوات الكاس، كما كانت تشير التوقعات على الورق بانتصار الوكرة، ذلك
يتحقق في هذا اللقاء في ظهور أول الفريقين في هذا الموسم وفي ظهور أول لحمدي فتحي النجم الدولي المصري الكبير الذي يسجل حضورا طبعا أول على المستوى الرسمي مع اللاوكي. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس. كرة فيها خطأ يحتسب. نلعب مشاهدينا الكرام في الدقائق الخمس الأخيرة. الدقائق الخمس الأخيرة. هنا الجماهير طبعا. جانب من الجماهير. كرة بتعود من جديد تنقل طويلة أقصى الجهة اليمين. مراد ناجي. كرة في وسط الملعب. فاضل يمر لكن حسوني ينجح في بعدها. أيمن حسوني لعب مهاري. لعب مهاري أيمن حسوني. كرة تنقل في الجهة اليمين انطلاقة سريعة الآن. البعث على الكرة العرضية هي كذلك والكرة تبعد من لوكاس مينديز. تبعد من لوكاس مينديز والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. أبعدت. كرة بتعود من جديد. خلص. مراد ستنتهي بهذه النتيجة إذا تغيرت فيها أمر ما في شوط في الدقائق القليلة المتبقية. ممكن يسجل معي أيضا ممكن يضيف نادي الوكر الهدف الهدف الرابع ربما بشباك نظيفة وبثلاثية. هذه محصلة الوكرة. هذه محصلة الوكرة في الجولة الأولى. ثلاثية نظيفة وشباك نظيفة. هذا أكيد يدعو للفرح يعني لجماهير أكيد لجماهير الجنوب لجماهير الوكرة يدعو للتفاؤل. كرة انطلاق الآن وتقدم. كرة في الجهة اليمين. تمريرة في مكان ممتاز. البحث عن الكرة العرضية من خلال هذه اللقطة هي كذلك والكرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى ركلة مرمى. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى بقوسي. شايف ردة الفعل والأهلاوي الصغير ده يعني في 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 لقطة طريفة للمشجع الأهلاوي الوكراوي الأهلاوي اللي كان واضح أمامنا في اللقطة. طبعا هو بيحب النادي الأهلي وبيحب حمدي فتحي وبيحب الوكرة ومبسوط جدا عشان حمدي. كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس إذا مشاهدينا الكرام نلعب في الدقيقة الأخيرة. في عمر المباراة. كرة عادت في وسط الملعب نقلة لي على الأمام. محاولة الآن ما زالت قائمة انطلاقة سريعة وتقدم الآن في الجهة اليمين. مراد ناجي حاول مراد بيمرر لرابح
في كرة قد تكون الأخيرة. الله على العرضية الجميلة والرأسية أيضا كانت جميلة، لكن الكرة عدت وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح أم عيد. جميلة هذه الكرة اللي أرسلت بهذه الطريقة محمد خالد حسن، هو طبعا اللي تبعها بالرأس، اللي تبعها بالرأس. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا